بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ابنائي وبناتي طلاب جريد 5. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض نحل مذكره المتميز في الساينس لجريد 4 على منهج شهر اكتوبر. يلا بينا نبدا. اتمنى لاول مره تشوفوا قناتنا اشتراك معنا في القناه وما تنسوش لايك على الفيديو. question number 1 choose the correct answer. number 1 بيقول space is the main source of energy for all living organisms. يلا يا جريد 5 تجمع معايا ايه هو مصدر الطاقه الرئيسي لكل living organism. عندك فيه water, sun, food, moon. طبعا هو برافو عليكو the sun. number 2 space absorbs the sunlight that the plant needs to make food. ايه اللي بيمتص السنلايت؟ عندك فيه الزايلم فيسلز، الروتس، الليفز، الستيم. برافو عليكم طبعا هو الليفز. نمبر 3 the space transports water and neutrons from roots to leaves. عايز الجزء اللي بيوصل الووتر والنيوترون. نرسم كده مع بعض يا ولاد. ادي عندك البلانت اهو، بيكون في المنطقه اللي تحت دي تحت السويل بيكون في الروتس، تمام. فوق سطح التربه ادي اهو، ده يعتبر الستيم بتاع البلانت. بعد كده بيكون في موجود الليفز، ادي الليفز بتاع البلانت. بيقول لك ايه هو الجزء اللي بيوصل الووتر والنيوترون؟ ادي الووتر والنيوترون اللي موجوده تحت اهي في السويل، from roots من الجذور ديت للليفز. يعني عايز المنطقه دي هي اللي بتوصل الووتر والنيوترونت من الجذور للليفز. طبعا نقول مع بعض طبعا هي الستيم، يبقى الاجابه الصحيحه نمبر A ستيم. 4 the system in humans that move blood in human body is called. السيستم الجهاز اللي في جسم الانسان اللي مسؤول عن حركه الدم، مسؤول عن حركه الدم طبعا هو الجهاز الدوري اللي اسمه circulatory system. نمبر C. 5 all the following ways help plants to disperse their seeds. disperse يعني توزع، توزع السيدز بتاعتها except ما عدا. نفكر كده مع بعض. عندك الاير، الاير طبعا بيمسؤول عن توزيع السيدز. عندك الووتر، ايوه ممكن السيدز بتتوزع عن طريق الووتر. عندك الانيمالز بودي، ايوه السيدز ممكن تلتصق برجل النحله او اي حشره او اي الفير بتاع الحيوان وتبدا ان هي تتوزع. يبقى الاكسبت الوحيد عندنا هو السان لايت. نمبر بي. 6 through space blood rich in carbon dioxide gas return back to the heart. عن طريق ايه؟ الدم الغني في الكربون دايوكسيد بيرجع للهارت. طبعا يا ولاد احنا شغلنا عن طريق الفينز وعن طريق الارتريز. قلنا طبعا الارتريز اللي هي الشرايين دي بتكون غنيه بالاكسجين، بيكون لون البلاد فيها فاتح لان بيكون فيها الاكسجين، بينما الفينز الاوعيه الدمويه بتكون غنيه بالكربون دايوكسيد، فبالتالي بيكون لونها غامق. فالبلاد اللي فيه كربون دايوكسيد هو طبعا الفينز الاوعيه الدمويه. نمبر 7 from plants having climb stem. من النباتات اللي عندها climb stem عندك في المابل، بوتاتو، بينز، فينز. طبعا هو الكلايمب المتسلق من النوع الفينز اللي هو الجرافز اللي يعتبر العنب، يبقى الاجابه الصحيحه الفين اللي هو الايه اللي بيسموه جرافز او العنب. نمبر دي فين. نمبر 8 from plants having دي وحليناها. نمبر 8 without space the plant cannot grow well. من غير ايه النباتات مش هتقدر تنمو يا ولاد. طبعا عندك في insects, rocks, sunlight, moon. طبعا بدون sunlight النبات مش هيقدر يقوم بالphotosynthesis process. يبقى الاجابه الصحيحه نمبر C sunlight. 9
Space carry blood rich in oxygen and neutron from heart to all body cell. احنا لسه حليناها فوق، قلنا فوق الفينز ده الدم المحمل بالكربون دايوكسيد، انما الارتريز اللي بيكون لونه فاتح، الدم فيه لونه فاتح بيكون محمل بالاكسجين. فهو هنا قال لك blood rich in oxygen and neutrons، يبقى بيكلمك على الارتريز الشرايين. Number 10 for making food plants take space from the air. عشان النبات يقوم بالفوتوسينثيس بروسيس، بيحصل على ايه من الاير؟ طبعا بيحصل على الكربون دايوكسيد جاز. 11 space is a process occurring when the plant seeds begins to grow and make sprouts. sprouts اللي هو البرعم الاولي بنسميه sprouts. العمليه دي يا اولاد بنسميها عمليه الجيرمينيشن الانبات. يبقى الاجابه الصحيحه نمبر سي جيرمينيشن. 12 plant produce space during photosynthesis process. ايه هي بقى نواتج عمليه الفوتوسينثيس بروسيس؟ احنا لما بنقوم بالفوتوسينثيس بروسيس البلانت بينتج لنا اكسجين جاز اللي احنا بنتنفسه and sugar. يبقى الإجابة الصحيحة oxygen gas and sugar number B. 13 from the material cannot reach to plant leaves. من المواد اللي ما تقدرش توصل لأوراق النباتات هي ايه بقى؟ الكربون دايوكسيد ولا النيوترونز ولا الووتر ولا السويل؟ السويل طبعا، السويل هو اللي مش هيقدر يوصل للليفز بتاع البلانت. 14 space steam are from kinds of steam that extend underground. بيكلمك بقى على نوع الستيم اللي بينتشر تحت التربة. طبعا عندك هنا في تيوبر، في كلايمب، في وود، في رانر. اللي بينتشر اندر جراوند هو تيوبر ستيم، واللي الاكزامبل بتاعه نبات البوتاتو. يبقى الاجابة الصحيحة تيوبر ستيم، المثال بتاعه بوتاتو بلانت. 15 For making photosynthesis process plants need space and space from the air. عشان نبات يقوم بالفوتوسينثيس بروسيس هيحتاج ياخد ايه وايه؟ خلي بالك from the air من الهواء، تمام؟ يبقى دلوقتي النبات هيحتاج ايه؟ هيحتاج sunlight and carbon dioxide عشان يقدر يقوم بالفوتوسينثيس بروسيس. يبقى الإجابة الصحيحة number A sunlight and photosynthesis process. 16 maple seeds are space seeds so they travel by wind. المابل سيدز تعتبر سيدز نوعها ايه؟ فلذلك هي بتقدر تتنقل عن طريق الرياح. طبعا اي سيدز بتتنقل عن طريق الرياح بتكون مميزه ان هي لايت خفيفه، يبقى هي تعتبر لايت سيدز نمبر بي. 17 to reproduce flowers produce space. عشان النبات يتكاثر الفلاورز بينتج ايه؟ الفلاورز طبعا بيبقى جوه منه يا ولاد سيدز، بيبقى جوه منه بذور، وهي دي وسيلة التكاثر في البلانت. يبقى الإجابة الصحيحة سي سيدز. 18 pores on the surface of plant leaves that allow gases to move into and out of the plant. هنرسم كده مع بعض يا ولاد. احنا عندنا الورقة بتاعة البلانت اهي بالشكل ده، بيكون فيها جوه منها هنا فتحات اهي، دواير كده صغيرة. الدوائر الصغيرة دي بنسميها ستوماتا، ودي اللي بتسمح على تبادل الغازات، ان الغازات تخرج وتدخل داخل الايه؟ داخل الليفز. هو دلوقتي بيسألك على البورز دي، الفتحات اللي موجودة في الليفز، الليفز اللي هي الأوراق بتاعة النبات، بنسميها ايه؟ يبقى بنسميها ستوماتا نمبر ايه. 18 tube food move from leaves to another parts of the plant. عن طريق انابيب اسمها ايه؟
الطعام بيتنقل من الليفز تو اذر بارتس اوف ذا بلانت. برضو نحلها كده مع بعض يا ولاد. فاكرين لما شرحنا الدرس بتاع البلانت قلنا بيبقى فيه حاجة عاملة زي الاسانسير اهي، اسانسير طالع واسانسير نازل. الاسانسير اللي طالع دوت سميناه زايلم. سميناه ايه؟ زايلم. وده المسؤول ان ياخد المواد الغذائية من السويل والووتر يطلعها للليفز بتاع البلانت. الاسانسير اللي نازل بقى ده سميناه ايه؟ سميناه فلوم. سميناه فلوم، وده المسؤول ان ياخد خلاص النبات عمل فوتوسينثيس بروسيس في الليفز بتاعته، فبياخد المواد الغذائيه اللي اتكونت والفود اللي اتكون من الليفز يوديه لبقيه اجزاء النبات. يبقى دوت اسمه زايلم ودوت اسمه ايه؟ فلوم. هو دلوقتي بيسالك على انهي نوع، بيقول لك تيوب الفود موف فروم ليف تو اذر بارت، يعني من فوق لتحت. يبقى هو بيسالك على الفلوم نمبر سي. نمبر 20 light energy of the sun is changed into space energy in the plant leaves during photosynthesis process. اللايت انرجي طبعا على طول بتتحول الى كيميكال انرجي. 21 plants can make their own food through طبعا عملية الفوتوسينثيس بروسيس نمبر بي. 22 space is an area consists of living organisms and non-living organisms. المساحة من الأرض اللي بتضم الكائنات الحية والغير حية بنسميها ecosystem، النظام البيئي. 23 a snake is a predator for mice. يعني السناك يعتبر بيفترس المايس. Why a snake is considered a prey for space. السناك بقى يعتبر غذاء لإيه؟ السناك بياكل المايس. طب السناك إيه اللي بياكله؟ هو غذاء لإيه؟ غذاء للرابتس. هل الرابتس بتاكل السناكس ولا الفروغ ولا الإيجل ولا الدير؟ طبعا هي الإيجل. الإيجل يعني النسر، الإيجلز يعني النسور. النسور هي اللي بتتغذى على السناكس. 24 plants are from space that get their energy from the sun to produce their food. البلانتس يا ولاد يعتبر من النباتات، تعتبر من الحاجات اللي بتنتج، يبقى تعتبر from producer. 25 hawks يا ولاد يعني الصقر gets their energy by eating space. بيحصل على الطاقة عن طريق أكل إيه؟ طبعا الهاكس الصقور تعتبر من الطيور الجارحة، ما بتاكلش ولا بلانتس ولا كلام زي كده، هي بتاكل animals only. يبقى هي eating animals only، يبقى الهاكس بياكل animals only. 26 any food chain start with اي سلسله غذاء بتبدا طبعا بالبروديوسر، بالبروديوسر اللي هو الايه؟ البلانت. 27 insects are considered as space because they feed on producer. الحشرات تعتبر ايه؟ لانها بتتغذى على البروديوسر. طبعا احنا عارفين البروديوسر بتاعنا هو البلانت. الحشرات بتتغذى على البلانت، على النباتات، فالحشرات تعتبر برايمري كونسيومرز، يعني من المستهلك الاول. 28 which of the following living organism considered as producer. اي من الكائنات دي الحيه دي تعتبر بروديوسر؟ عندك فانجاي، باين تري، سنيكس، كاو. البروديوسر طبعا بلانت، يبقى الباين تري نمبر بي. 29 wind play an important role in dispersing space seeds in dispersing small light seeds. البذور الخفيفه الصغيره نمبر اي. 30 a snake eats rabbits which eats grass.
The snake is a space in the food chain. السنيك بقى تعتبر ايه؟ احنا عندنا السنيكس بتاكل الايه؟ الرابتس. الرابتس بتاكل الجريس. طب السنيكس تعتبر ايه؟ من الكونسيومر الاولاني ولا الكونسيومر الثاني؟ الكونسيومر الاولاني طبعا هو الرابتس، الكونسيومر الثاني هو السنيك، يبقى السنيك يعتبر سكندري كونسيومر. Thirty one. The space in food web is consumer. ايه في الفود ويب يعتبر consumer؟ طبعا البريديتورز الحيوانات المفترسة زي الأسد يعتبر consumers يعني مستهلك. Thirty two. When a squirrel die in the desert. سكويرل اللي هو السنجاب لما بيموت في الصحراء its body will الجسم بتاعه هيحصل له decompose هيتحلل. 33 Space are organisms that eats other living organisms to get their energy. الكائنات اللي بتتغذى على كائنات حية أخرى عشان تحصل على الطاقة بنسميها consumers يعني مستهلكة. 34 Space is the process which happen to all dead organisms. عملية بتحصل لكل الكائنات الميتة طبعا هي عملية decomposition عملية التحلل. 35 Any food chain starts with طبعا أي سلسلة غذاء بتبدأ بالproducer التاج بتاعنا في سلسلة الغذاء اللي هو البلانتس. 36 All the following are decomposer except كل الحاجات دي تعتبر decomposer. عندك الفنجاي والميليبيدز الديدان والبكتيريا دي كلها decomposer، يبقى الاكسبت الوحيد اللي عندنا الجريسز الأعشاب. 37 Space is a consumer living organism يعني من الكائنات الحية المستهلكة طبعا هو الهيومنز. 38 Space always benefits the soil. ايه يا ولاد هو اللي بيفيد التربة؟ عندك في الديكومبوزرز والكونسومرز والرابتس والسنيك طبعا اللي هي الكائنات الكونسومرز اللي هي الكائنات اللي هي الديكومبوزرز هي اللي بتفيد التربة لان هي اللي بتحلل الكائنات الميتة وتبدأ ترجع العناصر الاولية للتربة زي ما كانت، يبقى الديكومبوزرز. 39 If there are no predators in an ecosystem لو مفيش أي حيوانات مفترسة في النظام البيئي the others consumers will الكونسومرز بقى الكائنات المستهلكة إيه اللي هيحصل لها؟ مفيش حاجة هتفترسها، يعني مثلا الأسد بياكل الغزالة، لو مفيش أسد يبقى الغزالة هيحصل لها إيه؟ العدد بتاعها will increase يبقى increase. 40 What is the scientific term for the complex interaction between producers, consumers, and predators? ايه هي العلاقة التفاعلية ما بين الكائنات المنتجة والمستهلكة والمفترسة؟ طبعا دي بنسميها الشبكة الغذائية، بنسميها بنطلق عليها كلمة food web. Number C food web. Question number two, put true or false. هنحط علامة صح وغلط. يلا بينا مع بعض. Number one, tiger plants and human needs food and water to survive. بيحتاجوا الفود والووتر عشان يعيشوا. طبعا that's true. صح طبعا يا ولاد. Number two, in initial growth. All seeds needs soils يعني في مرحلة النمو الابتدائي، خلي بالك الانيشيال انا بحتاج للسيدز البذور بتاعتي السويل عشان تنمو. لو تفتكروا في الدرس بتاعنا ان احنا عملنا تجربة وزرعنا السيدز في بيبر في ورق او في مناديل، يبقى طبعا في مرحلة النمو الاولية مش محتاجة السويل عشان السيدز تنمو، يبقى ديت فولس. نمبر 3
Plants needs water and air only to grow. لا طبعا يا ميس مش only، محتاجة معاهم كمان sunlight. يبقى دي طبعا wrong، لأن محتاجة كمان sunlight. 4. Grapes have climb stem. الجرابس اللي هو العنب من اللي يعتبر الساق الكلايمب المتسلق. True طبعا صح. 5. Tomato seeds are spiny so they can stick to animal fur. التوماتو سيدز تعتبر شوكية فبتقدر ان هي stick يعني تلتصق بالانيمال فير، بالفرو بتاع الحيوانات. لا طبعا التوماتو ما هياش stick، السيدز بتاعتها مش stick، يبقى false. 6. Roots anchor the plant in the soil. كلمة anchor يا ولاد قلنا معناها fix، يعني الroots بيثبت نفسه في الصويل، بيثبت النبات في الصويل. يبقى الroots يعتبر fix للبلانت أو anchor للبلانت. يبقى الجملة دي true صح. 7. Pear أو plum seeds اللي هي البذور بتاعة الخوخ are spiny so they can stick to animal fur، فبالتالي بتقدر إن هي تلتصق بالفرو بتاع الحيوانات. True طبعا صح. 8. Roots fix. بص هنا قالك anchor، هنا قالك fix. احنا قلنا كلمة fix بتساوي كلمة anchor. Roots fix the plant in the soil. طبعا true صح. 9. Chlorophyll in plants root absorbs sunlight. خلي بالك بيقول لك plants roots. لا طبعا الكلوروفيل يا ميس مش موجود في الروتس، الكلوروفيل بيكون موجود في البلانت ليفز. يبقى الجملة دي false غلط. 10. Veins carry blood rich in oxygen and neutrons. هل الفينز هي اللي بتحمل البلد اللي غني في الأكسجين؟ لا طبعا يا ميس مش الفينز، أمال إيه؟ الأرتريس. يبقى دي فولس غلط. 11. Volume transports glucose from the leaves to other parts of the plant. قلنا اللي هو عامل زي الأسانسير كده اسمه فوليوم، اللي بياخد المواد الغذائية اللي اتكونت في الليفز بتاع البلانت ويوديها لبقية الأجزاء بتاع البلانت. يبقى زي الجملة دي ترو صح. 12. Green plant can grow well in dark room. لا طبعا محتاج sunlight. يبقى الجملة دي false wrong. 13. Blood moves only in one direction in human veins or arteries. الدم بيتحرك في اتجاه واحد في الفينز اللي هي الأوعية الدموية وفي الشرايين. خلي بالكم من الحتة دي، احنا عندنا في arteries، الارتريس دي اللي بيكون فيها الدم لونه فاتح تمام، ودي اللي بتاخد البلاد اللي فيه الأكسجين. بتاخده منين؟ بتاخده من الهارت، من القلب بتاعك اهو. الارتريس تاخد البلاد اللي فيه الأكسجين توديه للأورجنز، لجميع أجزاء الجسم. دي الايه؟ دي الارتريس. وعندك في الناحية التانية الفينز، الفينز دي اللي بتاخد الدم بقى اللي فيه ثاني أكسيد الكربون من جميع الأورجنز، توديه للبلاد توديه للهارت عشان يبدأ الهارت يبعته لللنج عشان ياخد الأكسجين تمام. يبقى احنا عندنا حاجتين، عندنا الارتري ده اللي بياخد البلاد من الهارت بيكون فيه الاكسجين يوديه للايه؟ للاورجنز. وعندنا الفينز ده اللي بياخد البلاد من الاورجنز بيكون فيه ثاني اكسيد الكربون يوديه للهارت عشان الهارت يبدا يبعته لللنج عشان يحمل بعد كده بالاكسجين. يبقى البلاد moves only in one direction in human veins or arteries. That's true صح. 14. Food and oxygen provide the body with energy needed. True صح. 15. Xylem is important for plants to transfer water from plant roots to leaf. True صح. 16. Plant stem absorb oxygen gas from the air. البلانت ستيم بيمتص الأكسجين جاز من الاير. لا طبعا الستيم ملهوش علاقة بالموضوع ده، الشغل كله بيتم عن طريق الاستوماتا اللي موجودة في الليفز. يبقى دي رونج.
17. Stomata allow gases to move into and out the plant. That's true. صح. 18. Coconut seed disperse by wind. الكوكونات سيدز بيحصل لها disperse عن طريق الwind. لا طبعا يا ولاد, الكوكونات سيدز بيحصل لها float, بتطفو on water. يبقى الجملة دي false. 19. A flower is a productive part of the plant. الفلاور هي productive part of the plant. That's true. 20. Zerar hears in the plant stem that absorb oxygen gas from the air. لا طبعا الهيرز دي موجودة في البلانت روتس مش في البلانت ستيم, وبتعمل absorption للووتر, بتعمل absorption للووتر مش من الاير, من السويل. يبقى الجملة كلها تعتبر false. 21. Plant gets air through روتس. البلانت بتحصل على الهواء عن طريق الروتس. لا طبعا عن طريق الاستوماتا اللي موجودة في الليفز. يبقى دي false. 22. Volume helps plants to get water from the soil. الفوليوم بيساعد البلانت ان يحصل على الووتر من السويل. لا طبعا مش الفوليوم, هو الروتس اللي بيعمل كده. يبقى دي false. 23. Food webs show the many organisms share food resource within ecosystem. That's true. صح. 24. Fungi and bacteria are considered as consumers. يعتبر من المستهلكين. لا طبعا من الديكومبوزر. يبقى دي فولس. 25. Food web made up of two food chains or more. طبعا that's true. 26. Any food chain starts by consumer. أي سلسلة غذاء بتبدأ بالconsumer. لا طبعا بتبدأ بالproducer اللي هو البلانت. التاج بتاعنا على سلسلة الغذاء هو البلانت. 27. Energy doesn't flow between two consumers at the end of the food chain. الطاقة مش هتقدر تتنقل ما بين two consumers في نهاية الفود تشين. لا طبعا يا ولاد الطاقة flow, يبقى ما هيش not, هي flow على طول. يبقى that's false. 28. Hawks, crocodile and sharks are producer. التلاتة دول يعتبروا producer. نفكر مع بعض, عندك الهوكس والكروكودايل والشاركس. لا طبعا ما هماش بروديوسر, قلنا البروديوسر بيكون بلانت, انما هما يعتبروا بريديتور. يبقى دي فولس. 29. The relation between grass and snake. الجراس اللي هو العشب والسنيك. Is a prey predator. Prey predator relationship. Prey predator relationship يعني علاقة ما بين حاجة مفترسة وبياكل البراي. ان بصوا هنا السنيكس ما بياكلش الجريس. السنيكس بياكل ايه؟ بياكل المايس. يبقى ملوش علاقة بالجريس خالص. يبقى الجملة دي فولس. 30. Birds are tertiary consumers because they eat insects that feed on plant. البردس تعتبر تيرشري كونسومر يعني من المستهلكات الثالثية. ثالث حاجة مستهلكة لأنها بتاكل الانسكتس اللي بتتغذى على البلانت. لو بصيت هنا هتلاقي ان البردس بيتغذى على الايه؟ بيتغذى على الانسكت. تمام؟ يبقى البردس دي تعتبر سكند كونسومر مش تيرشري. يبقى دي فولس لأن هي سكند. 31. The consumer eaten by another consumer is known as a predator. الكونسومر اللي بيتاكل بكونسومر تاني اسمه predator. لا طبعا اسمه prey. يبقى دي false. 32. Dead organism need energy. الكائنات الميتة محتاجة طاقة. لا طبعا هي ماتت هتحتاج الطاقة في ايه؟ يبقى دي طبعا false. 33. Consumers use carbon dioxide gas for making their food. لا طبعا اللي بيعمل كده وبياخد الكربون دايوكسيد عشان يعمل photosynthesis هو البروديوسر. يبقى دي false.
34 men can eat plants and animals. That's true. 35 the food web will be damaged if producer died. طبعا شور الفود ويب هتبوظ لو حصل ان البروديوسر النباتات ماتت. 36 producers and decomposer can make their own food. بيقدروا يعملوا غذائهم. لا طبعا البروديوسر بس هو اللي يقدر يعمل غذائه. يبقى دي فولس. 37 the grass eating animals يعني الحيوانات اللي بتاكل العشب are the primary consumers in the food chain. تعتبر من الحيوانات المستهلكة الأولية. طبعا that's true. حيوانات أكلة العشب تعتبر primary consumer. 38 humans are considered consumers because human eats plants and animals. That's true. 38 plants and human are different in their ways of getting foods. بتختلف في طرق حصولها على الفودز. That's true. Number 40 birds eat insects that feed on plants so birds are prey. لا البيردز طبعا هيبقى اسمها predator. يبقى that's false. نيجي بعد كده بيقول لك question number 3 complete the following sentences using words between brackets. اختار كلمة من ما بين الأقواس. Number 1 tree trunk and shrubs اللي هي الشجيرات have space stem. الساق بتاعها بيكون نوعها ايه يا ولاد؟ نوعها طبعا wood. يبقى has wood stem. Number 2 gases cannot move into or out of the plant leaves without. عندك استوماتا وعندك الزيلم طبعا without استوماتا. 3 space is responsible for absorption of water and nutrients from the soil. على طول وانت مغمض طبعا roots. 4 space carry blood that contain carbon dioxide. خلي بالك carbon dioxide from the body parts to the heart اللي بيحمل carbon dioxide قلنا اسمه الفينز الأوعية الدموية. 5 space is the tube that carry food from leaves to all part اللي هو الايه الاسانسير اللي نازل بيبقى شايل المواد الغذائية من الليفز للأول بارت واسمه فايلم. 6 grasses and other plants make food through عن طريق عملية اسمها الفوتوسينثيس بروسيس. 7 space in the potato stem extend underground قلنا بتمتد تحت التربة زي البوتاتو يبقى اسمها tuber stem. 8 from ways of space is traveling by wind and floating on water طبعا بنسميها ال seeds dispersal. 9 tiny opening in the plant leaves بنسميها استوماتا. 10 the space system transport neutrons and oxygen to the cell طبعا ده circulatory system. وكده نكون خلصنا بارت نمبر 1 في حل مذكرة المتميز لشهر اكتوبر لخمسة ابتدائي. لو عايزيننا نكمل ان شاء الله اكتبوا لنا في الكومنت ونكمل معاكم الجزء الثاني عن الساينتيفيك تيرم والجيف ريزو. اتمنى لو عجبكم الفيديو لايك على الفيديو، المشاركة مع كل اصحابكم، الاشتراك معانا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.